كعادته السنوية، نظم مجلس الأهالي والمعلمين بمدرسة بيان البحرين النموذجية يوماً للاحتفال بالأجداد، حضره 3 أجيال متتالية من الطلبة وأبائهم وأجدادهم في حفل يتجدد في المدرسة في كل عام. وخلال حفل هذا العام الذي يقام للسنة 6 على التوالي، استمتع الأجداد بأغاني أسطورة الغناء العربي السيدة فيروز، صاحبتها عروض مشوقة أداها الأطفال بدقة وجمال على خشبة مسرح المدرسة، كما ساد الاحتفال الذي حضره ما يفوق 1000 شخص جواً عائلياً مميزاً. وقد علقت الدكتورة الشيخة مي العتيبي رئيسة مجلس أمناء وإدارة مؤسسة مدرسة بيان البحرين النموذجية على أهمية المناسبة التي أضحت حدثاً سنوياً ينتظره الجميع، وأن مشاركة الأجداد لأحفادهم بعض مظاهر نموهم التربوي لهو دليل على قناعة مدرسة البيان بأن التربية الفاعلة هي تلك التي تبني الحداثة على أسس صلبة من الأصالة. كما شكرت الشيخة مي العتيبي الداعمين من الفئات البلاتينية والذهبية والفضية على مساهمتهم في إنجاح هذا الحفل السنوي.